السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا في طريقنا الى شلال تيبخباخين، دوار تيبخباخين، جامعه اغزران، اقليم صفرو، القريب من رباط الخير. هذه هي الطريق ديالو. بعد ما كيوصل كتوصل الطريق معبده حتى للدوار ديال قلت لكم اخين، كيبقى غير واحد المسافه قليله باش كتهبط لهاد الشلال هذا، وحنا رحنا في الطريق ديالنا لهاد الشلال هذا. اذا هذا هو الشلال ديال سي بوفرين، شلال المنظر ديالو جد جد رائع، الموقع ديالو موقع رائع، كيتواجد كيف كتشوفوا في واحد المنحدر، وداير به الشجر وداير به دوك النباتات المائيه كيف كتشوفوا. هو هذا، حنا غنحاولوا اننا نوصلوا حتى لعندو لهاد الطريق. هنا هذا هو الشلال كيف كتشوفوا، هو شلال جد جد رائع. إذن هذا هو الشلال ديال عين تيبخباخين كيف كتشوفوا، وسط الأدغال، واحد الطريق طريق شويه صعيبة باش يمكن أنك توصل للشلال وتستمتع بهذا المنظر الطبيعي الرائع كيف كتشوفوا. إذن هو هذا الشلال، الارتفاع ديالو راه تبارك الله كاين، غتكون واحد 20-30 متر ديال العلو ديالو. إذن هذا هو الشلال، شلال عين تيبخباخين، دوار تيبخباخين، جامعة إغزران، إقليم صفرو. الإخوان اللي باغيين يزورو هاد المعلمة السياحية الرائعة اللي كتوجد في إقليم صفرو، كيف قلت بالضبط جامعة إغزران، طريق معبد راه كاينة، كتوصل حتى لعين تيبخباخين، مكيبقاش واحد المسافة قريبة باش يمكن توصل لهاد الشلال هذا.